الو 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 قالت لي انا اللي عرفت المره دي لبنى. مساء الخير كابتن لبنى. مساء الخير كابتن هاني. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه، ويعني معانا يعني نجمه كمان، نجمه كبيره. وكابتن عليا كان بتقول ان كان ليكي دور كبير جدا جدا في مشوارها الفني، بتقولي لها ايه دلوقتي وهي قاعده معانا هنا في البيت الكبير؟ اقول لها برضو كل سنه انت طيبه علشان عيد الام والايمان وال زميلة لما حضرتك حبيبتي كل سنة وانت سيهان. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. لا هو انا عندي مشكلة ان انا بنسى اسامي. وانا والله وانا كنفس المشكلة. ولا يهمك. منورانا في البيت يعني. حبيبتي يا رب يخليكي، كل سنة وحضرتك طيبة. ولسه علياء كانت بتحكي عن الدور مش بس اللي مامتها كانت بتقدمه لها او والدها، الأسرة كلها، الأسرة الكبيرة بقى انا بعتبرها كده يعني. فحضرتك كمان من الشخصيات اكيد اللي اثرت في حياه عليا، اعرف منك ازاي اثرتي عليها. انا طبعا بعد ما اعتزلت مرنت في النادي الاهلي. انا يعني حياتي التدريبيه حوالي 30 سنه تدريب ما شاء الله. الحمد لله. وانهيت مسيرتي في 2017 اعتزلت التدريب. فعليا مرنتها سنين طويله وهي ناشئه من تحت 14 سنه لغايه ما وصلت للفيرست تيم. وفي فترة كبيرة مع بعض في الفريق تيم، وكان معانا كابتن فهد مدير فني وانا مدرب عام. ويعني عشنا كتير قوي في ملعب الباسكت مع بعض اكتر من البيت. اكتر من البيت. طبعا. على فكرة كابتن لبنى مرنت نديم برضه. ومرنت نديم. ومرنت نديم. نديم بنتي برضه. مرنتها حوالي اربع كتير منهم. حلو حلو، يعني كل العيله ما شاء الله. وده دايما بنتكلم لما بتكون العيله كلها عندها ثقافه الرياضه اصلا. ثقافه الرياضه مختلفه، ده بينعكس كمان على اخلاقيات الولاد، وبينعكس بشكل كبير جدا على روح التعاون داخل الاسره، وده مهم جدا. ويمكن لسه كنت بتكلم، احنا في ظروف صعبه بالنسبه للسوشيال ميديا، بيأثر كتير على ترابط الاسره، لكن ما شاء الله واضح ان يعني لما تكون الاسره، خاصه لما تكون اسره اهلاويه 100%، ده بيكون طاقه ايجابيه لكل افراد الاسره على مر العصور. يعني حتى كابتن لبنى بيتكلم على الجدود والجدود، فده شيء ايجابي، وده ان شاء الله موروث كمان للولاد واولادنا اللي جايين يعني. بالظبط كده. وانا في اليوم ده بحب طبعا اشكر بناتي العيبات اللي اتصلوا بيا عشان يعيدوا عليا عشان عيد الام. وده كانت حاجه اسعدتني جدا، مع اني سبت التدريب، انما الحمد لله ان في لعيبه عندها اصل يعني وبتتصل تعيد عليا يعني. كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليهم كده. عايزه اقول لحضرتك ان يعني كابتن لبنى وهي بتمرنا، يعني كنت انا كانت بتتعامل معايا اشد من المدربين اللي ما يعرفونيش يعني. انا اصلا بطبعي عامه مش حد بتاع مشاكل او حد يعني هاديه. وبتمرن الحمد لله، الحمد لله يعني كويسه وفي منتخب، بس هي كانت دايما يعني بيحشوها شديد عليك يعني، بيحشوها يعني. اي اسيستنت معايا او هي اسيستنت مع حد بيحشوها، هي ما عملتش حاجه. كنت قصده تعملي كده وعشان ما حدش يجي يقول لك اصلها قريبتك. أيوه. اصلها ما انت خالتها صح؟ بالظبط. يعني بشد عليها هي عشان الباقي خير. بالظبط يعني. وده طبيعي. وانا في اعتقادي موضوع الشده ده بيكون اولا شيء ايجابي لشخصيه اللاعب اللي قدامك، ان لازم دايما بوش للافضل ودايما يكون الاحسن. الجزء بتاع القرايب بيبقى كمان رساله للاعبات الثانيه او اللاعبين الثانيين، ان انا ما فيش يعني ما بفضلش علشان قريبتي. فالموضوع كمان بيبقى صعب عليها وصعب على حضرتك اكيد يعني. بالظبط. هو انا ما كنتش بعمل حاجه يعني. يعني انا ما بعملش حاجه. انت شكلك هادي فعلا. هي يعني عايزه تشد على الناس. صحيح. فبتقوم شد عليا انا كابتن فرقه، فتشد عليا انا عشان هو عشان كلمه اشمعنى علشان يعني. طب انا ما عملتش حاجه. دايما في العلاقات دي عاليه فاكره لسه الكلام ده. لا دايما في المواضيع دي بالذات اللي فيها عوائل او كذا وبيلعبوا نفس اللعبه او داخلين زي مهنه التمثيل زي والدهم او مامتهم، بيكون في حساسيات من النوع ده. افتكر حتى لو الابن او البنت موهوبه، يعني البنت او الولد هو اللي بيتظلم الحقيقه يعني، بشوف كده.
هو فعلا بس هو بتثبت بتثبت وجودها ما انت بتثبت وجودك طبعا يعني لو انت موهوب ولو انت بيكون حساسيه شويه وانت بتمرني ومثلا خالتك هي المدرب فبيكون في حساسيه شويه انت كمان اللي كان لازم يعني بتدي اكتر ما عندك عشان ما حدش يقول لكن عامه اخيرا يعني بيكون كل دوت شيء ايجابي لما نكون بطله موجوده معانا وكمان مدربه البطله موجوده معانا عشان كلنا هنا في البيت الكبير يعني بنحتفل بعيد الام بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه وان شاء الله باذن الله كل سنينك تبقى سعاده وبصحه وبهنا ان شاء الله وحضراتكم طيبين جميعا ويا رب دايما قناه الاهلي سابقه كل الخطوات الرياضيه كده في الاحتفالات والحاجات الجميله كلها يا رب يخليكي حبيبتي كل سنه وحضرتك طيبه